الفهم القرائي رقم 2. الغراب الذكي. عطش غراب فأخذ يبحث عن ماء ليشرب، وجد جرة في قعرها قليل من الماء، لكنه لم يستطع الوصول إليه. فكر في حيلة يرفع بها الماء، فماذا فعل؟ التقط عن الأرض حجرا صغيرا بمنقاره ورماه في الجرة، فارتفع الماء قليلا. استمر الغراب ينقل الحجارة ويرميها في جوف الجرة، والماء يرتفع فيها قليلا قليلا حتى بلغ الارتفاع المطلوب، وأدخل الغراب رأسه في الجرة وشرب حتى روي. لماذا بحث الغراب عن الماء؟ ماذا وجد الغراب؟ رتب الأحداث التالية حسب ورودها في النص. عطش الغراب. اختر النتيجة المناسبة. ارتفع الماء في الجرة. اختر النتيجة المناسبة. العبارة: فكر في حيلة يرفع بها الماء، تدل على العبارة حتى بلغ الارتفاع المطلوب تعني كلمة قعرها تعني كلمة التقط تعني الهاء في قعرها تعود إلى تعلمنا من القصة أن حجر صغير أولاد يلعبون بجرة الماء، رأيت الغراب على الشجرة، تناول
حاول الغراب حجرا بمنقاره. عكس ارتفع هو استخرج كلمة تحتوي همزة قطع من النص. استخرج اللام الشمسية من النص.